Bang Razim! Dam! Oh! أنا اسمي سيبن بوي رانيام. أنا من أمنا فنتيو في مقاطعة بتاعي ميام كاونتي من متقبل طبعا أمي من بارغزار وأبوي من نوير كان ميام كشيت في مدرسة تمان سبين في مارس ما جا كويت في بارغزار دخلت في جيت سنة 84 دخلت في اس في ال اي في سنة 2000 تلاتة انا كنت كايت بتاع وسن جرابل نوير وقول بنتيو كان من أربع سنوات جاء سنة 2005 تم نجلي بتاعي من بنتيو في كوبويتا جاء في كوبويتا لعد سنة 2007 سنة 2007 نجلني من كوبويتا لجوبا أنا مجد أساس شور سات كريه أساس شور سات كريه وأساس كوماندو وير الكوماندو جاء فوقو لادة سنة 2003 يا أوتام من الجلي بتاعي يا أبرناي ل فرقة أول ما شاء أنا جيت شغلت مع كومريد جونكو جانجلو جونكو يا كايت فرقة وأنا يا هو كايت ثاني طبعا إنسان زميل خالص لأنه كنا منابلين في الجابة وقعدنا حاجات كتير لكن ما قعدنا معه في اتجاه واحد لكن في 2000 طبعا كضباط كان في فكره من الحكومه بتاعنا وبيكون لسه في الغابه انه الضباط الكبار ديل ان بدل انهم يقعدوا ساكت لابد انه يكون عندهم محل معين يقدر ياخذ فيه تعليم لانه لما تكون حتى ولو خرجت في جامعه وما في أي حاجة أنت بتعمله ما بتقرأ وما بتعمل أي حاجة أنت بتنسى. الحكومة فتح لنا مدرسة في غرب استواية في شرق غرب استواية منطقة بيقولوا لاسو منطقة ده أنو جماعة ضباط كبار ببدأ في الزمن بتاعنا ده بيقولوا كوماندا ألتنت كوماندا وفي حاجة بيقولوا مقدم محل ده أو محل تعرفت معه بالكامل يعني وكدا كان كوماندا وانا كنت مقدم في مدرسة كالعادة انتو ما بتشغل برتبة شد ما هو مدرسة عسكرية كنا شغالين كطلبة كنا بنقعد سوا وبنناقش حاجات فردية بنكوش في شؤون أسرية يعني تعرفت معه خالص ده محل أنا قعدت معه ممكن أتذكر إنه ظروف اللي كنا واجهناه في الزمن ده حتى ولو بقينا سوا ما واسدة نحن لسه بنتذكر انه هنا في ظروف صعبة لكن بيقدر انه شد القلب وتعاون وونسة قدرنا لمدرسة ده نقل هنا بدأ أول حاجة بالتنظيم بتاع القوة نظم القوة تنظيم كل الكتائب بتاع ديفيجن 1 وبدأ بالتأهيل يعني كل كتيبة بيتم تنظيمها بتخش في الميدان مجرد ما اتخرجت من الميدان بوزعها على المنطقة الخارجية وبيجيبوا الكتيبة اللي ما اتدربت وما اتنظمت بيجي ينظموها كذلك فعاد تنظيم بتاع الديفيجن كله
وأعاد تأهيل بتاع الجيش يعني درب الجيش تدريب كويس جدا. اثنين عمل حاجة اسمه الضبط والرب، يعني الجيش كله بيكون في محاضرات، بدي محاضرات كل أسبوع وبكون في الفاريد بيتكلم عن المحاضرات، بيتكلم عن الضبط والرب، بيتكلم عن الواجبات بتاعهم هم كعساكر، وبيتكلم عن الخمور يعني الناس ما يشربوا الخمور، وبيتكلم عن القبلية إنه ده زمن ما زمن بتاع قبلية لأنه البلد يعني جات برا، يعني خلاص البلد طلعت برا، الناس ما يكونوا إمعة يتبعوا الآخرين في حاجات أصلا هم عندهم فيها مصالح. اثنين أسس وحدة بتاع الشرطة العسكرية نظم البلد، يعني ممكن من ستيفن بوي جه في الرنك دي أنا ما سمعت صوت بتاع طلقة ضرب عشوائي في جوا الحلة، ولا لقيت عسكري لابس كاكي في محلات بتاع خمور. فديفيجن 1 بيجا بمعنى الكلمة هو ديفيجن 1 ده من الناحية العسكرية، عشان كده أنا قاعد أقول هو أستاذ العسكرية. سبعنا المكتب ده أصدر 2014 بعد ما أدرس بتاع ديسمبر أصل في 2013 وبقى في تشرد من الساكر للريبول ونعز الفضل من الناك الجنرال ستيفن بوي فكر هذا بيانو أننا أننا ما بقدر نعرف دمونو فات ودمونو في أننا يكون لنا ريكورد في ديفيشن دان في زمن داك هو قدر يكون لجان لكل برغت لجان دات ماشي برا ماشي سجل كله الضباط وضباط صف الجنود وجاء أسد مكتب ده أننا شكالين في زمن كله هذا أننا قدرنا كان قبل فاريد بتاعنا وسام بتاع الديفيشن كله إذول بتاعنا لو ماشي وين ولا مات عندنا ركورد بتاعهم. زمان الكوميدي ستيفن جاء في 2013 شهر 3 كان هو يوني بتاع الديفيشن فبدأ بتنزيمات وحاجة اسم فيرو اللي إذا كان ماسل ليكو ديفيشن مبرجل داري نظم الوارد شعي قوار جاموس فهو بدأ بتنزيمات حتى وصل في شهر 10 عملوا زيارات ماشي ملكال دوليف كوبفيوت باليت ولان ناصر وفقاك وفي رجوع بتو يواصل أداس بتال جنوب السودان بعد ما أون نظم القوات بتال جاموس فكمرير ستيفن ما هو قبل الهجر بالنظام بتو الحرب شكال اتجاو شكال فوق ونظام بتال جاموس ماشي قدام فأو شابينو دير ياسر القوات بتال جاموس الناس الشرط والمشرد كون الحاجة يسمو فيرول إنه زول ما يجي ماموريا ما له مشاكل لو أصل لي أوكو ولا وضر في مال ده لازم يعرفه يسمو جايت سيستم على يا شكلان. لو في ضروره زول ده كل جوه فل ورقه من الكايت لنا بتاع سجن
ويدون سورة لنا جدارة نحن سجلنا عارف فلان فلان أو وكيل فلان أو جندي فلان بأسباب كده 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 ده بكون رزمي لكن ناس ده شعويش عشان دول ما ودولو سجار ومبارب بقول خليه دو جوه لما بأترمو شانو ما عشانو قال وكيل قال دي سجار قال انتا قال أنا بلقاك القال هذا صغير قال جوه طوال ده ما في نظام تحجيج كمان فرق عاجة بتاع شخص عاجة شخصي وعاجة بتاع حكومة عاجة بتاع حكومة ده براو والعاجة بينك معزول ده براو ما تقول ما رسال ده مرود ببتاك عشان تبقي ده دم تبقي ذول كبير كلاس يسال ده مرود ببتاك عشان ده مثل ما فيلان ده براو لو تاقي كامولو بعدين ولا قاوي ده رامل زور لزول ده عشان ده مرود به بكون جريمه ده بوقع في رقبتك تبا غساك راس اللي بكون في سجن بموضوع بتاع مرة بتاع العسكر داك وداك وذول بقوا بسين طويلة داك ده دق ذي بتاع محكمة لما عاجة دار سجن بشيله محكمة يمشي عكموك في محكمة هناك عكموك بتقالي تابلت بقولوا رواق ولا شنو ما هم بكوتو داك ده وبكراموك إتا لو قدرت عجا ديل ما خلاص انتا لكن لو ده مرة بتاع الزميل بتاع يا وتا إتا قانون تاجيج بكون في رقبتا عشان ده مرة بتاع الزميلك إتا بكون ده جنين جريمة جريمة إتا شلت مرة بتاع الزول نمبرينين ده مرة بتاع الزميلك ده في حاجه دار يدار هناك محكمه وفي حاجه دار يدار تاجيش عشان انا ادوك جمله في مكتب بتاع اداره يقول لي ايتا فلان ايتا عمل ده غلط ما تعمل ده غلط كمر بتاع انت ما تعمل مشاكل وده غلط بتاع محكمه هناك براو كلام لا سجن سما لده كومريت يكون من القاعده لو في ضروره كل دول في سجن يكون من القاعده او ورقه بتاع القاعده لو ده شاوي ياو كتب ورقة للسجن دو تا سجن داك ده لو قبلو ايو كوري جوا لو ده ما لازم ساكت الفنوس هناك ما خايد سجن كتب اوامو تا سجن دا زول دو تا سجن ما يبقى Stephen Buay, the charisma. The jet who work in San and do control my kid. Who be out of between him fail?
بينفعل على حق ويعرف كمان بتين يكون مرن وكمان بيكون على حق. هو قدر يسير الديفيجن ده بقلبه الواسع وأفقه وعقليته الكبيرة وفهمه لل السياسة بتاعت الدولة والاستراتيجية بتاعت الدولة. فهو إنسان وطني فوق للوطنية. وأنا بتمنى إنه كل القادة بتاعنا يعني يكونوا مثل لستيفن بوي رولنا. في ناحية إدارية هو إداري إداري وشاطر يعني اثنين. ليه؟ لأنه في زمن صعب وبكون لين يعني ما بكون هش. لكن لما يكون زمن بتاعتين الناس في خلاص في راحة وناس دارين فكروا كتير وبقول لك لا ده يوم على شدة. فده في قيادة فيه. أنت لما الناس يكون في على شدة ما تهاجم لأنه أنت بتزيد الحرارة في عنده داغ وداغ بفوت. فقدر إنه يكسب ناس والناس الواقفين معه ده حاجة في قيادة. بقول إنه لازم تشوف وراء الناس. انت لو بجيب مثلا عيان وبجيب معه، لو انت كاي وزر بجيب معه، ولو انت شايف نفسك انه ما بتعرف شمالك يمينك وبعدلك، لكن لو انت ما قاعد تفهم وبقول لك خلاص امشي. فده من الصفات انا برتاح له خالص بالنسبه لستيفن. طبعا سيبن قدر اجار كثير في الديفيشن من زمن تايم لابد وعمل اجار كثير جدا. لو في ناس ثاني تكالين في مالا ثاني انا ما بعرف في اس في ال اي ده انا بقول قالين لنا الكوماندرز ممكن يرفع الجنوب السودان. هو قدر يود الكل القبائل بتاع جنوب السودان في ديفيشن 1 ما بدول اصلا ممكن يفرض بانه يسيب ده من وين؟ ممكن تفرضنا في ديفيشن هنا. لو انت من وين؟ انت من جنوب السودان، تبغى تعرف ذول الكماندا بتاع ديفيشن 1 ده ذول بتاع جنوب السودان اللي ما بفرض الناس. نمرة 2 في زمن ده كله زمن هو قاعد في ديفيشن 1 لما قاعد يمشي اراوند ديفيشن هنا شافوا في عيال عيال اللي بقول باب يتيم يس اللي عنده 18 سنة واللي قدام لقاهم في السوق والناس ممكن يقدم الكلمة في جنوب. لما جابوا ماشي جابوا وجا كلموا انتم ميكلا بكلكم شاتم في السوق ده شنو الناس دي شرى المشاكل بتومن. لما شرى المشاكل وجاب لو يتقرا لو هاي لو انا جبت لكم عشان تكون اثاكر كلام يكون كما معكم. بقول ما عندنا جديه ممكن انا نشكل نعمل كلمه بتاع وسن الحاجه بكلنا نمشي سوق ده قدر يا ما في شكل يا جار السيفن كون لين لا وسجل نازل وكتاهم في ميدان. وكمان في يالا صغار الاندر ايج 17 بلو لما شابهم نازل كمان وامل شنو ما شاجر الخنفوان كتر اليال الفوق يا ديل غانا فتره بتا ستة او سبع شهور لما منظم تاع جوجل سات تابو هم انجل سيبنني وقال يا ديل ممكن تدي لنا يكون بمصيريه بتانا وننا نديو لهالهم سيبن قال ما عندي مشكله لو انتم جاك ناس بتاع يوم رايت كيلو نادل هولا هولا كل الوحدات الفنيه. هو قدر يشجعنا معنويا بما انه نحن الواجب بتاعنا انه نشجع الجيش معنويا. فهو كان ويا الزول بتاع ام او بالمناسبه في ديفيجن 1 لانه هو الاول وهو كان الدوافع المعنويه اللي هو كان قاعد يديها للجيش دوافع معنويه قويه لدرجه انه هو بيخوض المعارك مع الجيش بتاعه في امثال كثيره زي المشاكل بتاعت ملوط بتاعت البابورات وياه كان قائد بتاع القوه وبعض من المشاكل. فنحن جد فخورين به بنعتز به اعتزاز جديد انه هو قائد بتاعنا. وجد انا مبسوط انه انا اشتغلت مع قائد مثل ستيفن بوي. وكده انا وصلت هنا في سنة 2013 انا لقيت في القاعدة هنا ده ما في البيوت ده شفت ده كله وهذا ده بيت بتاع جيش ولا ده بيت سيانو. انا عاجين عملته عمل سيانو للمكاتب
نانا ودينا المواطنين هو النزوان تلا ساكر شي نابرا في شلاب يعني نانا عملنا مغازل نانا عملنا حاجات كثيرة بالنسبة لي وانت شفت هذا الجاري بيجي نزيف عملنا وش يعني عملنا البوابة كان ما في بوابة كان بوابة رئيسية ده كان ما في لكن ده إنجازة نانا عملنا وانا بشوف يعني إنجازة دير يعني نانا عملنا في سنة ولو كان مشاكل تاريخ ما أصل كان نمشي قدامنا نعمل أجر تاني كهو عمل عملي هو جادي خالص لأنه أي مال ما بيحب زول تاني أو يمشي يعمل شغل بتاعه لا هو بقول أنت عمل ده ولازم بجيب معه بيشوف لو في أي خطأ ولازم يصحح قبل إنه تكون في خطأ زول زي ده إنه مستقبل قدام فدم ينزل ناجات أنا بيشوف إنه أنا برتاله في الرياضة بتاعه لأنه بجيب معه في زمن الشدة وبجيب معه في زمن زاده أنت مرتاح زول زي ده أو ناس بجيب معه طبعا في جيج عاجب في جيج ده تدريب لازم تدرب الجيج بتاعك لو شكل ما في تدرب الجيج بتاعك عشان يكون جاهز لشكل لو شكل جاه ده يا واسر نانا سر قاعدين ندرب مسجدين ديل جايين من كاونتيز بتاع أفنايل في جامن مبان ملوت أكوكا رانغ ديل كل جاه عشان يجي دربوا لو دربنا بعدين نجي نعمل بيه سيان لفريق أولى وبعد نمشي لشنو نمشي للجيش القديم عشان نعمل رئاسة التريننج لأساكر القدم عشان أساكر القدم ده لو دربوا يعني بعدين بكالي يكون بالضبط رب يعني مثلا يكون بعرف شغل بتاع يعني علاقة بتعمل مع موطن شنو طبعا جي بتاع ناس ده من ما جاء من كالا من القابة لسه ما يريب حاجة اسمه موطن فاير بتاع موطن شنو ميشن متلس فيه اللي هو عشان لازم دافع الموطن مع ممتلكات بتاعه ودافع البلد ده لو عسكر بتاعنا يريب معنا بكون معنا نميكلا حتى الكلام ده بقوله قبلية وشنو ده بقى يجيب so kuta batana be shanana namul imaye le manata buta jamus and derab jay quiz and then when I was out as a diva buta buta manata buta fi jamus for taban fi god batana fi division 1 ne mind na yi ayi sobal fi jand buta idara buta u gedere le haje yi kula ya haje wanena be nature dal kullo nad betana fi SPLA to copy this work beta the first division commander ay zol aw ay division which is lacking military the chocolate career ukeno manaje fi division 1 chief division 1 machi cave udechuno albumchi udechuno nages minno yanu manaji shilo to copy this what we are doing here de ya waja mumkin no gol le bagi nas yanum yamol al aja lo gara molata بالنسبة لي كمبر بواي في ناحية الاجتماعية ملكية غير عسكرية هو إنسان محبوب لأسرة بتاعه ولزملة بتاعه القاعدين في المحل بتاعه لأنه أي محل أنت بتلقاه فوقه ما ببرز جنس صغير من الكبير
وما بهيب عشان يقول براو يعني بهيب يكون جنب الناس وبصارة انت لو انسان بتجي عشان تجي تفتش المشاكل بقول لك صراحة هو في ناحية ملكية يستحق انه يكون سلطان او يكون ذو المسؤول في الأسرة بتاعه. من النواحي الاجتماعية بجد ستيفن بوي علاقاته الاجتماعية واسعة مع الافراد بدينه، يعني ما في زور ما في ممكن يكون في مناسبة بتاعت فرح او كره هو ما شارك او ساهم. ما في زول برضو بقى عيان في الديفيجن ده بكل المستويات، يعني من صف من الجنود وصف الى الضباط هو ما وقف معه، هو ما دعمه، وقف مع الناس كلهم ودعمهم. حاجه ممكن نضيف فوق كمان طبعا الحاجه بقول اذكره دول البامو اللي كان يكون اذكره ده مسؤول بتاعه ده اننا هنا في ديفيجن 1 الكلينا اننا نكون ساكر في دمن المشاكل دير ده قايد بتاعنا وقدر كان يمسكنا كيف طبعا there is a way of influence that you can influence your soldiers or your force. Yeah, there is a approach of soldiers and an approach that you can approach human being according to his environment. Ita mungkin tamu lo asap jauh lugar fogo. Ita the cube insan udah rechuno. Aja del si ben gedero. Chani amu lo. Ubi cube ita dol da pi melta gar fogo ita der rechuno. Aja mungkin ngegedek. Aja mungkin ngeklik chani tamu lo. Aja koi si bosan. Aja del kulo ugedero chani amu lo. Uyawa nena gadin atalan. Dadol gadarinu ya wahed al-gabal dal jamus, tapirka jamus. Fi tamanya divisionat dal asfiale. Let me say saba divisionat dal asfiale. Asal linu, ala jad al asal piu, ma asal pi jamus. Jamus al-wahed al-division, mindum, tefrat, de gul galdenu erau, de chulu kaw, de den kaw, de win win, mafu. Stephen Gadar ya wahed al-buwa wadal jamus. Fa inu al-wahed wadal Stephen, ikale jinubo Sudan asade, ikunindu, believe lil jamus. Udaya haja kalina nejina kodini. Lokan komil Stephen ma zool inu, ma kai. Kana ringne kan nina ma managa nagot po. Kana al-buwa kan gasam zeo guwa dal mahala datani. Ya udah tu bijan so benda barat kan? Gak sama domain, ada hari tu dalgej. So komersi Stephen manage nu jamu seweh dan fokus. Atau ini aku mau badan marah boleh fakar. Salam ya mulu, yalgon ini nagari. Merau, chulukau, dengkau, mabani, weh, ini nagari pun malu. Ini nama trafin belkak beranak, pibuat beranak ini nagari pun asal kaji jamu. Mama trafin bel gabila. Lakini kaka kwenye na lafuzi ni poko kama luan yaoga vile vitani. Zul hakimi, yani zul biarif, hata ilgararat huo bitakiza, gaad takun kararat, jada nihene binkun inda nitiya masal hawjala, yani zil huo gaad yidrus al-gulub bita al-nas, yani gaad yidrus fi uqul al-nas, yani ayya haji huo gaad yigi amila, belga al-nas fakarat fiya u naqashna, nihene kadubat, bukura sabaha nihene binalgao huo ajaw foga, gharar, wa nihene binbasit shirid jidin jidin, yani zil huo gaad yagra fi afkarna nihene, وقاعد يخش في جو قلوبنا. وفي 2012 حصل انه يكون في تغييرات. انا كنت ماسك البرجيت وحصل تنقل انه بقيت قائد بتاع الاداره. وتم النقل بتاعه كقائد ثاني بالنسبه للديفيشن. فده زاد معرفه بتاعي معه يعني بقينا يعني بنشوف انه لما يديني فكره أنا بشيله زي وقت داك وقت كنا في ظروف داك ده بشيله لنفس الأسلوب اللي نحن شغالين فوقه، لكن ما طيلنا خالص جاء حدث بتاع 2013 في حدث 2013 يعني جيت عرفت إنه هو قائد. وكان حدث بتاع اليوم شهر العسل في سنة 2013 يا هو كوبر دانجلو جامكوت رجعوا للرئاسة وأنا فضل كقائد بتاع Afrika. Lada sada ya wana kaid bida Afrika wulu mashaka. Ama al mashaka lada lasal fi adata wadu tanalfen talatashar. Dama waja bilu mbe udhul. Taban
da asal fi firangana fi katala shwaye ana mashed mashed da kalta fogo ma comrade cour an lom de cour le katalon motanin avria bidun sabab odel taban may melu gal na vita gabil kida altijabo jakum lo galu jamus jabo takum yawo amul sholo takum chap chap de da kuliyo de itum gari hem si wujum kuliyo wurip the food wala and not so amma shakala da mawal mara shan tumi shakal tum shakala kan mara ina lakin da kalamta babu da dar intum ke shu mu guda gumbi kalamta babu da babu lazim in damar mene ne ma yim shi ya malta ne ana maji leriyar ta sefir minu shunu ana min ma ana figaba kuna darin daula uban malagina daula aha nazel da ce khala minu ya shakil badum da hajar da tombe da dal makati lakin na nuka jesh al khalina namti na dum dum shunu nanu nan tazirina talima dal bagina loriyar ya lela karais bulo hadar lo salfa lisa rais نحن نقول هذا نحن نشوف انه الشعب بنتقم منه وياب نجيب معه لكن كون ما انت تطلع خلي ما هي بتاعك خلي يالك وانت تمشي تتعب في غابه انت هتستفيد من شنو بعدين الكرسي الناس زي دايرين كرسي واحد ما بيشيل نفرين انت لما ننو رياق يمشي ولا سلفا يمشي في كرسي ده هل هتمشي تقعد معه لابد الناس يكون عندهم اسلوب بتاع تعامل في محل ده قدرنا نكسب وده يو خلانا انه نكون قويين حتى يوم من اللحظه انه الكلمه اللي بقوله ما تغير من رايي بتاعه يعني طيل الفتره بتاعت التمرد البدئ هنا البلد دي كانت محفوظه وكانت مؤمنه تامين كامل لدرجه انه كل الممتلكات بتاعت المواطنين في البيوت في شنو في شنو كان الناس قدرت تحافظ عليها وقدرت تحافظ على ممتلكات المواطن وده كان طبعا هو بيقول انه ده واجب من واجباتنا نحن كجيش اللي هو
المحافظة لحماية الدستور وحماية المواطن وممتلكاته وحماية بتاع جنوب السودان. فده من الواجبات اللي كان هو بيشبه وكان بيقول علينا وبيقول على الجيش. فلذلك نحن عملنا كجيش يعني دائما ما التمس فوق يوم من الأيام الروح بتاعت القبلية اللي بيدعوها. أنا لو أنا دول تاني أنا ما ممكن نقعد هنا. طبعا ناس كتير يشبه فيني بيقول عندنا مرض السودان دار مرض السودان أنا بمشي مبان بقوله دار مرض بمشي جوبا بقول دار مرض كل زمان ناس بقول دار مرض لكن أنا قاعد ناس كنت ساكت وأنا I prove them wrong أنا بشوف كلامه ما صح عشان كده ما بسبب أنا ممكن نمرض به لو ده قاعد أنا أو كوماندر ما بكوماندر ممكن أعمل تمرد ويقوم يسيب قاعد بتاعه ولو ده كلام بتاع القبلية أنا ما عندي قبلية والدول لو دول ماشي ده كلام بتاعه الأجيال ما قدرن لهم ده مشاكل إدارية يعني أنا ما قدرنا عشان جيج بتاعنا يعني يكون عندهم بشكل ده جيج أنا دارين كل جي في ترينينج في تدريب لكن التدريب ده أجيال كثيرة يعني مثلا يعني الفيدينج بتاعنا يعني كان لكود أسكر في الميدان ده أجيال كثيرة ده حاجة أنا ما أقدر ناول أنا قارين أول بجاي لكن لسه ما أقدر ناول أنا مايكل تل أدوية أنا ما أقدر ناول أدوية بجيب من جوبا ومال ده بيه وده حاجة كمان ده حاجة إداري فديبلويمن بتاعنا كان هو قائد بتاع الكوماندو وأنا بجيب في لوجيستيك بعد السي بي اي أو بعد الاتفاقية فمشيت قابلنا ثانيا في منطقة بلو كابويتا هو كان قائد بتاع القوة وأنا ماسك لوجيستيك بنفس التعاون اللي كان كنا في مدرسة معه يعني خلاني أكون مرتاح باليا معه لما إنه جيت فارقنا معه هو مشى تجابة بنتيو قائد في بنتيو هو كده جانا دونا ودونا ملاو المحل اللي فارقنا فوقه ومشي يشتغل هناك في بنتيو وفي بعد ما انتهينا من ملاو جاء شالونا قسمون لديفيشن 2 وهو شالو كده قائد بتاع شرطة عسكرية في جوبا أنا مذكر إنه تعاون بتاعي معه لسه مستمر فزمن قسموني لرنجنا أنا مشي دلو ودلو أنا منقول لرنج لكن يا أخي أسرة بتاعي في إيه وما في أي طريقة عشان نقدر نشيل عفاج بتاعي ده إيه فطيب القلب بتاعه وطوالي نادي كابتن قال هو مسؤول برأسه بتاعه وقال له عربية بتاعي ده أنا بمشي بكداري وديه لمدين نشيل به عفاج بتاعه لإيه داك ده يعني خلاني انه اسيق فوقه بالاكتر في زمن ده كله طبعا انا بيعرف واجب بتاعي كان ملازم سنه لكن اتا دول اتا بيعرف واجب بتاعك وفي دول ثاني جا كايدار بتاعك يكوبي فروم يو انت اللي كي لاجه منا وتجي تديب في تشوكولا ان انا شيل نجار كتير ده هذا ده ممكن نمسك مال ما ممكن مال انا ما اسق داسا انا ملازم سنه ممكن قاعد فصيله انا ممكن نمسك سريه ولا نمسك كتيبه ودي حاجة أنا شفت من منو أو حاجة أنا شفت منو ده منو من كمان بتاع ديفيشن 1 سيفن بوي ده ياهو طبعا أنت هذول الجايد كعسكري ولا ضابط ولا سب ضابط أنت بتشيل من القيادات بتاعك من ما جايد داك بيجي أنت بتشيل حاجة كويس عنده لو في حاجة كامل أنت بتسيبه لو داك جا أنت بتشيل حاجة كويس منه ده لا ما أنت تكون دول ده سريق بتاع الكاباسيتي بيلدينج ان ذا ميلتري Allah
Uwa askere lakin shaba tawla muhtaj ashan uwa yamshi yakur mau ana ma bishaja lanu uwa madamu askere mufrud ya wasil lanu berlena khatwatena wa khatwa ويكون قائد باهر في الجيش لكن شعب تاولو دايرو قالوا انا دايرين زول زي ده انا ما بدي من الناس انا مقبل وانا بقدر من الشغل مع زول البارب حق بتاعي وحارب حق بتاعه فده رسالة انه عشان انه سياسيين دائما لما يشوفوك انت كويس في عملك بيجي يقول يا اخي تعالي عشان تمشي تعملين ده لكن زول عنده فكرة ممكن انه يبني جيش ويبني نفسه ما مسألة بتاع سياسة لانه سياسة زادو It's a dirty game. That haja zaidi la mande chufu. Ni haya bato baadhi ma kuwez. Lakini zole hindu mahara fi shabal fi au fi amali. Alati ma muadhinin ma amin ma sultan madania. Kaman wali ul mafasin mindi kilafan ma. Jala ita undai man bogo basa lakat bendang ma ma sulta madini elfi de ana ala tima sulta madini el ana lagido awal mafas da god comrade god ya awal mafas wana lagido kan mafas gubali ana badato ma bado ala ga time ma god kan quest mind maker ma la da daman el ja shan gairu ja comrade kurshay kaman bada ma quest ana bashuba alaka da fi tija bada bidaye mainde ya michael ma dolbi sulta madaniya al mafasin al gairuda fi zaman da kullu mainde mai talabta mainde kilafan mazo ta wanda ma ki koyi sabana zo da lamun na laka bata ta wanda za da nafsu kamanda bata division bena na hasa ma inaide ne amni bitana ma ki koi laje bi jajawa amni bita motan tabanda askare lo mu kiba askare be motane mukin motan dato bu kun be triga tane taban al motan dai chuno lo gan ma askare dai yal ma bubu to fil bet lo dol ka bir fil bet lo ger wacho dan jana bi chok galla ta da bu ger wacho da bu kun fi aja لكن في زمن كرايس ده كله ما أصل يوم ال الجيادة بتاعنا غير وجهه كان المواطن يشوف في كلام ده ده يوم مناطق من المناطق بتاع النيل ما مواطن ما جرى فيه من ما زمن داس بتاع ديسمبر 2013 مواطنين بتاعنا قاعدين وما في مواطن اللي بقول في حاجة كده يذكرها ملنا ولا في تاجر فور اكزامبل عندنا اجانب بني اسا سبع لنا شديد دي ما دمنا ريبول بجيني لو في شكلة جا ونازي سردو النازي للجانب القادين بكون مصورين تانجنو عندهم أموال بتاوني لما أنا بقدر حاجة دينا ومن بجيب الفرق بتاو لنا ومن بجيب حاجة بسيطة ومن بجيب وقول ده فرق بتاعنا ليكم تانيتم قدرتا تانت دافع جاد بتاعنا ودي الجاد الكلو ده حاجة كويس ومن بشوف من الجيادة الماسك ديفيشن 1 ماشي بثريقة اللومن دايرينو كان موطنين طبعا أنا بقول طبعاً في نانك في جنوب السودان أصلاً أنا دارين ويدا because بدون ويدا نانا بلد أنا ما بمشي قدام لازم نكون وطنيين أنا قاعد في رغنة ده
عشان ده كلام ده وطنية بدون وطنية ما نقدر في رمل الكلام ده قبلي أنا بمشي مع قبيلة بتاعي لكن أنا بشوف جنوبين دارين لازم يكون في حاجة اسمها وطنية عشان بلد بتاعنا دولة بتاعنا يكون واحد ونحن نكون واحد يعني ده نقول له هي مواطن ولا عسكري بتاعنا وأنا ده نأكل جاموس قوات بتعمل برقمل وضعنا قاعدين فوق ده ما أصل يوم وارش أن جاموز شاكل برام ما أصل يوم وارش جاموز يكون له مشاكل برام هم يعني وقب ما وضع هنا قاعدين فوق ده وهم يمشي قدام وأنا بيكرم شديد أنا بقول لكم برتي ستيفن ربنا يوفقك ويعينك وشد حيلك وانا داير يعني تتعامل بنفس المنوال اللي انت ممكن عملته به في ديفيجن 1 بجد ان احنا اتعلمنا منك كثير واستفدنا منك كثير ده كمان في انت مالا ما بلغى مال دايرا وما بلغى تعاون داير تعاون بتاع الناس بتاعرا لكن انا بقول هم يقعد الناس ما يقعد نظام بتاعهم ده